في المنظومه بتاعتي وخلاها كلها اوتوميشن او اوتوماتيك كنترول كلها. في البداية يا محمد، الفكرة جات لكم ازاي؟ ليه كانت هي مسيطرة عليك؟ وليه فكرتوا في هذا البروجكت او في هذا المشروع تحديدا؟ خاصة ان هو مش مشروع تخرج، يعني انتوا لسه بتشتغلوا بتجربوا حاجات، ولسه ان شاء الله مشروع ان التخرج شاء الله اعتقد ممكن يبقى برضو تطوروه اكتر هي بقى، يعني تطويره في تفضلوا الموضوع. مكملين معاكم هي في الموضوع الخط. كان جه في البدايه اصلا كان عندنا في الكليه في حاجه اسمها الاي تريبل اي ام اس بي، كنا اتكلمنا فيها قبل كده برضو في ثقافيه كافيه. شفت، عشان تعرف ان احنا متابعينكم بقى في كل حاجة، اكيد طبعا. كل حاجة. فجت الموضوع المسابقه دي كانت منزلها مشاريع، كانت منزلها من ضمن كان 9 مشاريع، كانت منزلها من ضمن الموضوع اللي هو روبوت بس مبهم ايه، مش شرط تكون هو ايه يعني. فاحنا جمعنا بعض، كل واحد مننا جمع فكره الروبوت، واحنا 6 قعدنا مع بعض بدأنا نفكر يعني، ده جاب فكرة وده جاب فكرة وده جاب فكرة، طلعنا الموضوع كله اللي هو نعمل ايه. طب ما نعمل روب، ما نعملش روبوت يكون مقتصر على وظيفة معينة، طب ما احنا نعمل روبوت نوفر فيه اكتر من 4 5 استخدامات حسب الشخص اللي عايز الروبوت دوت. انا بظبط له الميكانيكا بتاعتي على الابلكيشن بتاعه اللي هو عايزه، اصل الابلكيشن بتاع السكيورتي يختلف عن الابلكيشن بتاع الجيش، طبعا يختلف عن الابلكيشن بتاع التطبيقات، التطبيق الصناعي. كل ده مختلف عن ده، لأن أغراض أمنية غير استكشافية، غير داخل مصنع، غير في منطقة مفتوحة لغرض أمني، يعني أكيد تمام. الدنيا مختلفة. فالظروف بتاعته بتبقى مختلفه، لكن البرمجه بتاعته او السوفت وير بتاعه بيبقى واحد يعني، السوفت وير بتاعه الفكره واحده كلها في جميع الابلكيشنز. ففي الاخر وصلنا للروبوت اللي احنا قلنا خلاص هنعمل روبوت هنقدر نحط فيه الكلام ده كله ونقدر نتحكم فيه. على فكره الكنترول بتاعه وايرلس، تمام، الكنترول اقدر اتحكم فيه وايرلس، ويبقى هو نقدر نستخدمه في اكتر من نقطه دي. وعلى الاساس ده بدانا نشتغل، قعدنا حوالي 6 شهور بنجمع داتا، ما اشتغلناش بايدنا خالص يعني، بنجمع داتا بنبحث عن الدايره دي، بنبحث عن ازاي نعمل حته الميكانيكا دي. احنا الكترونيات مش ميكانيكا، فالميكانيكا تعبتنا بطريقه رهيبه. انا التخصص بتاعنا الكترونكس مش ميكانيكال خالص. فقعدنا بقى نشوف ننزل لحد الهندسه، الهندسه الميكانيكيه، نبدا حد نتعلم متخصص بقى في اه الجانب نبدا نتعلم الميكانيكي. ازاي الموضوع ماشي ازاي وكده. وبقى الحمد لله جمعنا في الاخر ووصلنا لحاجه يعني احنا مبسوطين جدا اللي احنا عملناه بايدينا يعني. التقطيع كان بايدينا، كل حاجه كانت بايدينا، ما رحناش نزلنا مثلا مصنع او نزلنا ورشه، الكلام ده كله بدينا نشتغل فيه يعني، الحمد لله كل ده كان بايدينا. محمد، عايزك تاخدنا من الاستوديو من ثقافية كافية وتنقلنا لجو الحدث، و يعني بداية المشروع وكيفية العمل فيه من خلال السلايد شوتس اللي معاك دلوقتي، اسمح لنا نشوفها طبعا على اللابتوب. ده المشروع الكواليس بتاعته واحنا نعم. شغالين فيه اصلا. اها، انتوا كمان موثقين وعاملين زي فيلم تسجيل صغنن ليه؟ للصور بتاعته ممكن بس نعمل اللابتوب كده عشان كاميرتنا تجيبه اكتر. ايوه، كفايه كفايه، ميرسي، شكرا.
ده كان لطيف جدا، وتعرفنا على مجموعة العمل، وتعرفنا كمان على الرابط وهو لسه أسلاك ومسامير وتروس وعجلات لسه لم يعني يصل لبنيته أو هيئته النهائية. دي أثناء الشغل دي بتاع أثناء رحلة العمل أثناء والبناء. ست شهور تقريبا، يعني 6 شهور، 6 شهور بحث وشغل. ويعني بصراحة أنا عايز بس أشكر والدي ووالدتي، يعني استحملوني على مدار 6 شهور. الأوضة عندي كانت ورشة بمعنى الكلمة، كانوا بيصنعوه في اوضتك في أوضتي، في أوضة فعلا. عندي كانت ورشة بمعنى، كان كل مجمعين كل الحاجة في الأوضة عندي، يعني شايلين كل حاجة وشغالين صواريخ شنيور كله ده، يعني الساعة 12 بالليل، يعني دوشة بطريقة غريبة يعني. اعتقد ان يعني مؤازره الاهل الاب والام ومساندتهم لابنائهم بتؤتي ثمار رائعه زي المشروع ده، هي طبعا مهمة صح؟ جدا، يعني مهمة جدا. لا طيب احنا عايزينه بقى نشوف لما بثت فيه الروح. بدأ يتحرك. ايوه. بدأ يمشي بقى ويتحرك ويعمل بقى الاغراض الامنيه او الاغراض هو الاستكشافيه. احنا كان حابين نشوف شكله بقى. الفيديو دوت كان في معرض التحكم، تمام. داخل الكلية. ممكن بس نعرض برضو اللابتوب؟ لا العكس العكس. ايوه كفايه كده. دلوقتي احنا ابلكيشن اللي هو يقدر يشيل حاجه، احنا زي ما قلنا في الاول ده بروتوتايب، فدلوقتي احنا بنعمل عرض اللي هو يقدر يشيل حاجه من مكان يوديها لمكان تاني. شال بكره سكتيب يعني كبروتوتايب بسيط، فبيبدا يشيل عوض، بعد كده هيبدا المفروض يوديها لمكان اقدر احركه. ده كله كنترول من خلال الكمبيوتر، ببدا احركه. هو عايز ضبط الزوايا. لا هو بيبدا يحركه عشان كان في ناس واقفه، فبيبدا هو يحرك فيه طبعا كده. طبعا. ده اثناء المعرض. انا تخيلت ان هو اضخم من كده، ده طلع ان هو فلات خالص وعنده ارم او 2.